دمشق على العهد، عنوان لأمسية موسيقية غنائية مزجت الحب بالأمل والحضارة بالمستقبل. أغنيات ومقطوعات موسيقية حملت عبق الشام العريق، ومنها كانت رسالة الحياة والأمل. هذه دمشق على العهد الذي كان، لم تتخذ غير دين العرب إيمانا. بيت من قصيدة قدمت في الأمسية، وهي ذاتها التي غنتها ماري جبران في القمة العربية التي عقدت في بلودان عام 1946 في سوريا لبحث القضية الفلسطينية. أعاد تلحينها المايسترو عدنان فتح الله، ليتم تقديمها في هذه الأمسية بمناسبة عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. فعالية وطنية بامتياز تأتي في وقتها. نحن اليوم في مرحلة جديدة، سوريا بعد 12 سنة من معاناة يعني عادت إلى الحضن العربي، والحضن العربي عاد إليها. اليوم دمشق تأخذ دورها من جديد في القمة العربية، وهناك نحن معولون جدا على قيادة السيد الرئيس للوفد السوري ليكون كما كانت سوريا دائما فعال في هذه القمة، وتأتي نتائجه إن شاء الله مبشرة لكل الأمة العربية. هي مناسبة كبيرة، ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير. هي خطوة أولى وستتبعها إن شاء الله خطوات، وتزول كل الصعوبات والعقبات والهموم التي تحملها الشعب السوري طويلا نتيجة حرب تحمل أوزارها، حرب ظالمة وحصار ظالم. تأتي هذه الأمسية والجميع يتطلع إلى غد مشرق بعد سنوات عجافة، ولتثبت سوريا أنها على العهد باقية، وأنها استطاعت بثبات انتمائها العربي ودماء شهدائها أن تفشل أكبر مشروع استعماري في التاريخ الحديث. هذا الحفل أكيد بيعين لنا كلياتنا، بيعين لنا كل حفل متغنى فيه بالوطن، متغنى فيه بدمشق العروبة، بدمشق الحضارة، بتاريخ سوريا، بكل هدول الحفلات طبعا أكيد بتعين لنا الحفلات أكيد خلينا نقول اللي بنقدم فيها شيء بمسنا من أغاني وطنية أو أغاني تراثية. عنوان فني راقي من خلال الموسيقى، الموسيقى هي الحياة، هي الموسيقى هي اللي بتعبر عن أصالة المجتمعات وثقافة المجتمعات. من هون كانت الموسيقى والتعبير فيها على أنه سوريا على العهد، وإن شاء الله ستبقى دائما وأبدا على ذلك. تضمنت الأمسية مقطوعات موسيقية من تراث المحافظات السورية المتنوع وفقرات غنائية وطنية.